بسم الله الرحمن الرحيم. بيان المؤتمر الوطني العام بشأن آخر المستجدات السياسية. إن المؤتمر الوطني العام وهو يؤكد على التزامه بمبدأ الشرعية واحترام الإعلان الدستوري في أي حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة، وإذ يؤكد على مواقفه السابقة من دعمه للحل التوافقي الذي يختاره الليبيون بإرادتهم دون مغالبة أو إكراه ودون إخضاع أو تركيه أو تركيع أو فرض لسياسة الأمر الواقع. وإذ يتابع المشهد السياسي الراهن والأحداث الجارية، فإنه وفي جلسته المعلقة المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 26/4/2016 يعلن الآتي: 1. إن المؤتمر الوطني العام يعلن لجميع الليبيين أنه لا زال السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه يباشر مهامه السيادية المنوطة به وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت، وأنه لا زال مطلعاً بمسؤولياته الوطنية في أداء مهامه وعقد جلساته واجتماعات لجانه في مقره المؤقت في مدينة طرابلس. 2. إن المؤتمر الوطني العام يوجه أوامره لحكومة الإنقاذ الوطني ولكافة المؤسسات والإدارات التنفيذية والخدمية أن تستمر في أداء مهامها المنوطة بها وفقاً للإعلان الدستوري ووفقاً للقوانين النافذة ذات العلاقة، وينوه هذه الإدارات باعتبارها مؤسسات قانونية ينشئها وينظمها القانون بأن تلتزم بتطبيق القانون في أداء مهامها وأن تنأى بنفسها عن أي تجاذبات سياسية. 3. إن المؤتمر الوطني العام وفي الوقت الذي يؤكد فيه على احترامه لمبدأ استقلال القضاء يدعو المحكمة العليا والقضاء الليبي لتحمل مسؤولياته الوطنية بالتعجيل في النظر في القضايا الدستورية المرفوعة أمامها بشأن دستورية الاتفاق السياسي وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة. 4. إن المؤتمر الوطني العام يستنكر الاعتداء الذي تم على مقره الرسمي بمدينة طرابلس من قبل مجموعة تنسب نفسها لما يسمى بمجلس الدولة، وما ترتب على ذلك الاعتداء من عبث بإرشيف المؤتمر ومحتوياته، كما أنه يستنكر حملة الاعتداءات التي تمارس على رئاسته وأعضائه لدفعهم لقبول مخرجات الاتفاق السياسي دون أن تحقق تلك المخرجات التوافق المطلوب أو تستوفي الإجراءات القانونية اللازمة. المؤتمر الوطني العام طرابلس 26/4/2016. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.